اعرف حقك. الخدمة العامة حق أساسي لكل مجتمع منظم، لازم تتعمل لكل أفراده من غير تمييز، وعشان كده القانون وضع حماية لضمان نزاهة الوظيفة العامة وجرم أي شكل من أشكال التعدي عليها، حتى لو كان بانتحال صفة موظف عمومي أو باستغلال واحد من أحد الناس لنفوذه لدى جهة حكومية. أنت تقصد يعني إن واحد بيوهم الناس بأنه موظف عمومي أو بيشتغل في جهة حساسة مثلا ويقدر يخلص مصالحهم عشان ياخد المعلوم؟ طبعا أيوه، وده بقى عقوبته بتبقى حبس ممكن يوصل لثلاث سنين، هو أو أي واحد عنده نفوذ على جهة حكومية وبيستغل نفوذه ده عشان يخلص مصالح أو يعين ناس مثلا في مقابل رشوة. وبمناسبة المعلوم، لازم يبقى معلوم لك إنك لو بتتعامل مع جهة حكومية وعرضت رشوة على موظف حقيقي، دي لوحدها جريمة عقوبتها ممكن توصل ل 15 سنة سجن. ده غير إنك لو بتدور إزاي تخلص مصالحك بطرق ملتوية، أكيد هتكون فريسة سهلة لأخينا النصاب اللي بنتكلم عنه هو أو غيره. يبقى ليه بقى نعرض نفسنا للمساءلة؟ مصر كلها بتحاصر الفساد، ومع بعض هنقضي عليه. هيئة الرقابة الإدارية، شركاء في حماية مصالح الوطن.